والآن مشاهدينا نتابع هذا المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتائج التحقيقات في حادث تسرب الغاز بميناء العقبة بالأردن. وردت سابقا حول يعني الضعف في عمليات الصيانة وتفقد المعدات الموجودة بالشركة، وبالمجمل العام هنالك ترهل عام في إدارة الشركة متعلقة بتوزيع القوة البشرية، متعلقة بالتوظيف، متعلق بوجود أعداد كبيرة حوالي 713 شخص تم تعيينهم بال 2016 بدون أي سبب بدون أي حاجة، وأصبحوا عبء على الشركة. وللأسف الشديد كان هناك سوء توزيع للقوى البشرية، بحيث أنه باللحظة اللي بحتاجوا فيها عمال بروح يجيبوا عمال من برا الشركة، رغم توفر قوة بشرية كبيرة تم توظيفهم بالأصل على أنهم عمال بالشركة، ولكن تم توزيعهم لاحقا على أقسام كثيرة من الشركة. اللجنة بعد ما اطلعت على الأسباب المباشرة وغير المباشرة واستمعت للجميع وأجرت يعني استدلالات ميدانية وأخذت رأي ذوي الخبرة وكلفت شركة أخرى بالتدقيق على هذه الشركة، توصلت إلى القناعات التالية. أول شيء تولد لدينا باللجنة القناعة بأن هناك مسؤولية قائمة وتسبب بالوفاة نتيجة إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة تقع على الأشخاص الذين يشغلون الوظائف اللي راح أذكرها لاحقا، وأي أشخاص آخرين قد يظهر التحقيق القضائي ثبوت مسؤوليته، وهم مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، مدير دائرة العمليات في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، رئيس قسم التفريغ والتحميل في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، رئيس نوبة التفريغ والتحميل خلال وقت الحادث، رئيس الباخرة خلال وقت الحادث، رئيس كتبة الحصر خلال وقت الحادث، رئيس نوبة الحصر خلال وقت الحادث، كاتب الحصر خلال وقت الحادث، رئيس قسم السلام العامة في شركة عقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ومراقب السلام العامة خلال وقت الحادث. وأوصت اللجنة بإحالة ملف التحقيق بكافة أوراقه لعطوفة رئيس النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني اللازم، الأمر الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت قبل قليل. أيضا اللجنة أوصت بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، وسيكون هناك إجراءات بإعادة التشغيل وافق عليها مجلس الوزراء خلال الأيام القادمة. فيما يتعلق بالتوصيات المتعلقة بتحسين الأداء، بتعرفوا الهدف ليس دائما فقط أن نعرف مين المتسبب ونحاسبه، المقصود أن نمنع حدوثه مستقبلا، ولذلك كانت هناك مجموعة من التوصيات. بدي أختصر بعدد من هذه التوصيات. أول شيء توجيه مجلس إدارة شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ لإعادة هيكلة الشركة بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية المتاحة، إعادة بناء قدرات العاملين في قسم السلام العام، عدم تفريغ أو تحميل المواد الخطرة إلا بعد عرضها على اللجنة الفنية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وأخذ الموافقة المسبقة والإجراءات الرقابية المطلوبة من الشركة، إعادة النظر في خطة مواجهة الكوارث والحوادث البحرية في المياه الإقليمية الأردنية وخليج العقبة بحيث تكون قابلة للتطبيق وإجراء التمارين عليها، الإسراع في إنجاز مشروع مركز دفاع مدني متخصص في العقبة لخدمة الموانئ والمصانع، وهذا أمر تم الاتفاق عليه بالشركة مع على أن يتم تمويله من خلال شركة تطوير العقبة، إجراء تقييم فني مستقل من قبل شركة مختصة للمعدات والآليات المستخدمة في ميناء العقبة الجديد ومعالجة أوجه القصور في هذا المجال، وإجراء دراسة شاملة للقوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة للتعامل مع المواد الخطرة والملوثة من نقل وتخزين ومناولة ورقابة ومعالجة ووضع هياكل تنفيذية واضحة.